والله في نعمة من ربنا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أتمنى لك كيف التوفيق، حالك؟ أتمنى لك التوفيق بنعمة إن شاء ربك. الله، إن شاء الله موفقين بإذن الله تعالى، نبين طيب الحق بدليله. طيب شيخ أحمد، بس أنا كنت حابب بعد المرة اللي فاتت ما حصل من يعني انتكاسة في المناظرة اللي فاتت، مش مع حضرتك طبعا بدون تفاصيل وحتى وبذكر اسم الشخص لأنه هو مش موجود، اتمنى ان احنا يعني الناس تتعهد فينا زي المره اللي فاتت، حتى الناس بتسالني بتقول لي هيحصل زي ما حصل المره اللي فاتت، قلت له مستحيل لا، وانا لان اول الشيخ مره، احمد، خليني وانا بس اول اوضح مره، اوضح اول مره اوضح انظرك، ما انت خليني عارفني. ايوه فانا قلت الكلام ده في غيابك بالامان، قلت لهم انا بتعهد في الشيخ احمد ان هو راجل راقي ومحترم، هو عنده رساله حابب يوصلها وانا كمان عندي رساله حابب ان انا اوصل، تمام؟ صحيح. فبدون تجريح، كلمة نصارى بلاش منها، ممكن تقول مثلا إخواتنا في الإنسانية، إخواتنا المسيحيين، إخواتنا اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس، إخواتنا اللي بيؤمنوا بالمسيح، بلاش كلمة نصارى عشان الكلمة دي يعني هي مش المسيحيين مش قبلنا، كلمة نصارى هم مش قبلنا يعني بس لفظ هم مش موجودة، بيحبوا. موجودة عندك يا فندم، والأنبا شنودة قالها عادي، قال لا نحن لا لا، نصارى. بغض النظر عن التفاصيل، معلش يعني لو انت تنزل على رغبتي في حاجه زي كده، زي ما انت لما بتشوف اي حاجه يعني طالبها انت مني علشان اني انا خلاص، انفذها وبتلاقيها ان هي إيه لصالح رأيك في أهل الحوار انا. الكتاب؟ نعم؟ أهل الكتاب، ايوه، وماله لما تقول اهل الكتاب من اخواتنا المسيحيين، ما عنديش مشكله. الكتابيين، ماشي، أبشر. الكتابيين، ماشي، أبشر، أبشر. أبشر. طيب تمام. أنا مش عايز أختلف معاك خالص، عشان إحنا عايزين نعمل حاجة مناظرة طيبة. ربنا ينفع بيا وبيك، احنا إن كان عندك نقدم الحق لله، بدليله اتفضل قدمه، أنا عندي نقدم الحق حاجة لله، بدليله أقدمه. وأتمنى إن ربنا يديني نعمة إن أنا ما أجرحش أي إنسان مسلم على الإطلاق، لأن مش هدفي التجريح أو الإساءة، لكن أنا هدفي إن إحنا نوصل الحق زي ما هو، سواء في الطرح أو في حتى الإجابات على الأسئلة. أبشر، أبشر. أمين أمين أمين. طيب بص الشيخ أحمد، المداخلة هتكون 5 دقائق بس، ومش هيكون فيها أكتر من طرح 3 نقط، علشان هيبقى ليك فرصة إن أنت تعرض أسئلة ليه؟ جديدة. ما هو 5 دقايق، والثلاثة اللي بعدهم يبقوا لا ثمانية، لا لا كويس أوي. لا لا، اسمعني، لا لا ليه لا؟ اسمعني اسمعني بس اسمعني اسمعني، هيبقى في أسئلة كتيرة، ومرات أنا أقعد أجاوب على 5 أسئلة وتيجي تقولي لا ده لسه في سؤالين 3 تانيين ما تجاوبوش. كل مداخلة لا هتكون لا لا، خمس مش دقايق أنت هكتر بتقول عليك وجهة نظر، أنت بتسمعني، خد يعني خد ودي في الكلام. بنقول المداخلة هتكون 5 دقايق ثابتة زي ما هي، بشرط إن هي هتكون ما فيش عرض أكتر من 3 مسائل انت شايفهم فيهم تحفظ بالنسبه لك من جهه الكتاب المقدس، انا هيكون عندي 3 نقط زيهم في الاسلام من القران والسنه، وبالتالي بيكون انت بتقدر تجاوب على 3 اسئله، وفي نفس الوقت عندك فرصه ان انت تعرض شيء اخر انت شايفه من وجهه نظرك مش مناسب. لكن انت لو خدت 8 دقائق عندك استعداد في ال8 دقائق دي تعرض فيهم 8 شبهات. يلا وانت بقى لم انت كذلك، يا عم، وانت ما هو كذلك ماشي، يا ما هو استاذ لم ما شوقي، هو انت يا ايوه تقدر ايوه تعرض في ال8 دقائق اللي انت عايزه. الاشكاليه في ايه؟ ان انت مرات في ال8 دقائق دي لو انت خدت 8 اسئله في ال8 دقائق دي، وانا الطلب مني ان انا ارد على كل سؤال يستغرق مني دقيقه في الرد، معناها انا استهلكت ال8 دقائق بدون ما اني انا يكون عندي فرصه، هو اللي كسب المناظره كلها. لكن انت تلتزم بانك انت كل مداخلة ما تقدمش من أكتر من 3 شبهات، وأنا مش هقدم أكتر من 3 شبهات. لكن إحنا لو سبناها إيه، مفتوحة كده بللم بللم بللم، هي المناظرات مش بالبللم، المناظرات بأنك أنت بتعرض وجهة نظر قوية والطرف الآخر مطلوب منه أن هو يجاوب. شوف الدنيا تمشي معاك إزاي. كيف شئت، لا الموضوع بسيط أنا ما بالنسبة لي. قصدتش حاجة، عشان هي كل مداخلة يكون فيها ثلاث أشياء أصل إحنا لو أنا عملنا، أستاذ شايفهم. شكري، أستاذ شكري، أستاذ نعم شكري، لو إحنا عملنا ال5 دقايق وال3 دقايق اللي بعدهم 8 دقايق كسبوا، واعرض اللي أنت عايزه واعرض اللي أنا عايزه، أنا لا عندي حاجة أخاف منها، وأنت كما تدعي ما عندكش حاجة تخاف منها، فليه نضيق على أنفسنا طالما ربنا منن علينا بالوقت؟
انا مش شايف فيها مشكله. 8 دقائق هيكون كتير قوي على الناس. طيب ماشي يا عم، ما عنديش مشكله، ممكن نعمل، بص يا استاذ شكري، ممكن ما نعمل عنديش 8 مشكله، دقائق ما عنديش ست مشكله، بس مداخلات. هيبقى 4 مداخلات بس. المداخله الاخيره الرابعه بالنسبه لك او بالنسبه لي ممنوع منعا باتا، لان دي كانت حاجه حصلت منك قبل الله، كده فانا بحذرك منها. ماشي ماشي، ممنوع تفتح فيها يعني شبهات المداخلة جديده. الأخيرة لا يكون هناك طرح جديد حتى الله ينور مشايخك في عليك، رد، ازاي المره، حتى الله ينور مشايخك في عليك، رد. ازاي المره اللي فاتت لما انت خدت خلاص المداخله ماشي الاخيره بدات انت تطرح حاجات ماشي جديده وانا ماليش حق الرد عليك، فما ماشي، ينفعش. بسيطة يعني بسيطة. هيكون متعلقه بال3 مداخلات الاولانيين، فين اللي انا ما جاوبتش عليه في ال3 مداخلات لا هي الاولانيين؟ المداخلة الأخيرة، المداخلة الأخيرة بالنسبة لي، لأن أنت اللي هتبتدي، المداخلة الأخيرة بالنسبة لي هتبقى عبارة عن سرد لما حدث في المناظرة فقط. انا يعني ما مش هقول عنديش حاجة مشكلة. جديدة. اتفضل. ابتدي. طيب، سلام ونعمة للجميع اخواتنا الغاليين، برحب بكل الناس سواء كانوا مسيحيين، مسلمين، لا دينيين، اهلا وسهلا بالجميع. نتمنى ان احنا نقدم حاجة مفيدة للناس بكل محبة وكل تواضع، ومش هدفنا التجريح، لكن هدفنا ان احنا نبين الحقائق الإيمانية. ليه انا متمسك بالكتاب المقدس وشايفه ان هو افضل كتاب في الكون، وليه مثلا انا برفض القرآن مع احترام الكامل لمشاعر اخواتنا المسلمين. طبعا الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي بيرسم خطة خلاص للإنسان من الخطية والنجاة من الدينونة. عشان كده الكتاب يقول إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان متغاضيا عن أزمنة الجهل والضيق. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياه، محوت كغيم ذنوبك. لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم فيما بعد. الحق الحق أقول لكم إن كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. عندنا خطة صالحة من إلهنا الصالح بأن إحنا كل إنسان مسيحي يثق في شخص المسيح بيحصل على الفداء الأبدي والطمأنينة من الآن. أما عند إخواتنا المسلمين طبعا هذه الطمأنينة وهذا الخلاص ليس موجود، بل على الأخ المسلم إن هو يحارب ويجاهد في سلوكه اليومي علشان في النهاية يروح لمصير مش مضمون ومش معروف. تمام؟ علشان كده هو مثلا نبي الإسلام في القرآن بيقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهنا مفيش ضمانة في الإسلام من أساسه، بل إن المسلم بعد ما يموت هيخش على سلسلة من عذاب القبر، وهيخش على حاجة اسمها الصراط المستقيم، وبعد كده هيخش على سلسلة تانية من وزن الحسنات والسيئات، وبالتالي مفيش حاجة مضمونة. لو سألنا أي مسلم زي الشيخ أحمد أنت خطاياك كلها مغفورة؟ يقول لك الله أعلم. لو قلت له طيب أعمالك الصالحة كلها مقبولة؟ يقول لك الله أعلم. لو قلت له طب أنت في اليوم الأخير رايح فين؟ يقول لك برضه ده في علم الله المسبق اللي أنا لسه مش متأكد منه. إذا منظومة الإسلام أو الرسالة المفلحة إن الله أعد خطة صالحة لنجاتك من الآن عشان تكون في يقين وفي ضمان من الآن. أما منظومة الإسلام مع احترام الكامل لمعتنقيها لا تعطيهم لا ضمان ولا يقين ولا أمل. دي عليها. تمام. نيجي كمان إخواتنا الغاليين بالنسبة لمحتوى الكتاب المقدس ومحتوى القرآن. الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يصلح للتفسير التطبيقي على حياة الناس. أما القرآن مع احترامنا الكامل لإخواتنا المسلمين لا يصلح للتفسير التطبيقي على حياة الناس. عشان كده الشيخ أحمد لو هو قاعد معايا دلوقتي وعمل سيرش على جوجل وكتب التفسير التطبيقي للقرآن هيطلع قدامه صفر. أما لو عملنا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية هنتلاقي إن في أكتر من 7 8 10 سيطات بيتكلم عن التفسير التطبيقي اللي يعود بحياة على حياة الإنسان بالفايدة، لأن الكتاب بيقول كده كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر ليصير إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
اما هذا لا ينطبق على القران لا من قريب ولا من بعيد، ولو كان ينطبق كان علماء الاسلام من العصر المبكر من ايام الامام الطبري مثلا كانوا عملوا حاجه، او حتى في اي قرن من القرون كانوا عملوا حاجه اسمها التفسير التطبيقي للقران، اما القران لا يصلح للتفسير التطبيقي بسبب كمان الناسخ والمنسوخ، وطبعا الناسخ والمنسوخ دي تغيير احكام، والله لا يغير احكامه في الكتاب المقدس، بل الكتاب المقدس الله رأيه ثابت في كل الأشياء اللي هو بيمنحها للبشر، فالكتاب المقدس لا يحتوي على ناسخ ومنسوخ، أما القرآن فمليء بالناسخ والمنسوخ. يا ريت تكتب كل النقط دي يا شيخ أحمد بس عشان ما تنساهاش عند حضرتك. أبشر 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 تمام؟ كمان ال ال مثلا بالنسبه للتعليم الاخلاقيه مثلا عندنا في الكتاب المقدس من سفر التكوين لغايه سفر الرؤيا ما عنديش حاجه اسمها المتعه ولا ملك اليمين، لان المتعه وملك اليمين هم ضد قداسه الله، واتحدى الشيخ احمد امام الجميع ان هو يطلع لي من الكتاب المقدس المتعه والملك اليمين بالمفهوم الاسلامي، لان الله هو اله قدوس لا يمكن باي حال من الاحوال ان هو يجمع في علاقه ما بين اثنين من الرجل وامرأة في علاقة، وهذه العلاقة يكون فيها نوع علاقة غير مقدسة، لكن الكتاب المقدس قال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. فهنا اخواتنا المباركين واضح جدا ان في الكتاب المقدس عندنا احنا كمسيحيين هو كتاب لا يحتوي الا على القداسة فقط، ما عندناش حاجة اسمها لا المتعة ولا الملك اليمين، لان دي ضد قداسة الله القدوس. تمام. كمان هنتلاقي مثلا الله في الكتاب المقدس هو اللي بيساعد البشر، والشيخ احمد يخلي باله من الحكاية دي، الله في الكتاب المقدس هو اللي بيساعد البشر عشان البشر يقدروا يعرفوه، فالله هو اللي بينير حياة الإنسان حتى لو إن هو إنسان بعيد عين بعيد عنه، فعشان كده قال إني جئت نورا للعالم. تمام. إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، والمسيح قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. المسيح يريد ان كل البشر يخلصون، لكن لما نيجي للكتاب المقدس نجد فيه حاجه اساسيه ان اللي بيضع الظلم على حياه الناس هو ابليس، عشان كده يقول اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا يروا انجيل مجد المسيح. تمام. فهنا ابليس هو اللي بيعيق الانسان عن التمتع بانجيل المسيح ونور المسيح وهدايه المسيح. اما في الاسلام لما نيجي لسوره الاسراء ايه 46 يقول وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وكرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم. وطبعا هنا بيقول جعلنا على قلوبهم أكن، الله هو نفسه اللي بيضع هذه الأكن، والله نفسه هو اللي بيضع وكرا في أذن الإنسان اللي هو الكافر، ده لا يعمله الله في الإيمان المسيحي على الإطلاق ولا في الكتاب المقدس، لكن نجد هذا المفروض يعني لو صح التعبير نقول لو كان مثلا في آية في سورة الإسراء لو كان بيقول والشيطان جعل على قلوبهم أكنة كنا قلنا ماشي الشيطان ده عمله، لو قلنا الشيطان هو جعل في أذانهم وكرا نقوله ماشي يبقى عمل الشيطان إن هو يحط على أذانهم وكرا، لكن الله سبحانه وتعالى لما يعمل كده طب قول لي دور الشيطان يكون دوره إيه يا شيخ أحمد لما الله يعمل كده؟ لو رحنا لسورة النحل أولئك الذين في النحل 108 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون، فاللي بيقوم بهذا الطبع لو كان بيقوم بالشيطان أنا ما عنديش مشكلة، لأن الشيطان هدفه أن هو يضل الإنسان على أن هو يرجع للإله الحقيقي مرة تانية، لكن هنا بيقول لك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. دي بالنسبة لي في الكتاب المقدس هي أعمال الشيطان نفسه ولا يمكن إن هي تكون أعمال الإله الحقيقي لكل المجد والإكرام. فاضل لي قد إيه كده؟ خلاص وقتك يا حبيبي خلاص. طيب تمام. أتمنى إن أنت تجاوب ولو عندك طرح اطرح. أبشر. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أيها الأحبة في الله، تكلم الكتابي شكري وقال الأستاذ شكري وقال بأن الله عندهم
او يسوع خلى الانسان كرامه وخلله بتاع وخلله قيمه وبين لنا حاجه كويسه قوي بصراحه، يعني ما اعرفش جابها منين، بس هو ما شاء الله جايب لنا حاجات يعني من عنده، ما اعرفش جابها منين، هنعرف دلوقتي جابها منين. ثم بعد ذلك قال والله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، وقال ده قران. عايز اقول لك يا استاذ شكري ان ده مش قران يا فندم، ده حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله يهودي ما يفعل الله بك، حينما ساله احد الصحابه ما يفعل الله بنا، قال والله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. فانزل الله سبحانه وتعالى في كتابه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اذا الايه سبب نزولها هذه الكلمه اللي حضرتك جايب، حضرتك جايب حديث وتقول ده ايه؟ دي مش ايه يا فندم، دي مش قران، دي حديث. والله سبحانه وتعالى بسبب هذا الرد، لان النبي قال قل انما انا بشر مثلكم ولكن يوحى الي، ولكن يوحى الي. فلما قال له هذا الرجل هذا الكلام قال لا ادري، الجأ الامر كله لله، لان الامر كله لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فكل شيء راجع الى الله، لا يجوز ابدا ان يتألى على الله او يقول شيئا على الله. فلما قال ذلك انزل الله انا فتحنا لك فتحا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ادي اول رد. الرد الثاني، حضرتك بتقول ان احنا عندنا الكتاب ما عملش حاجه وحشه، ده كرم الانسان، ده عمل الانسان. طب ما تيجي نشوف الكتاب قال ايه. عندنا في الكتاب المقدس سفر الجامع 3:19 بيقول ايه؟ لان ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمه، وحادثه واحده لهم موت هذا كموت ذاك، ونسمه واحده لكل، فليس للانسان مزيه على البهيمه، فليس للانسان مزيه على البهيمه، لان كليهما باطل. ليس الإنسان عند إله الكتابيين، أهل الكتاب المقدس، ليس عندهم الإنسان مزية على البهيمة. مع العكس في الصورة اللي هو استدل بيها في سورة الإسراء، ربنا يقول إيه؟ يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إنما الكتاب المقدس، أنا عايز أعرف، الكتاب المقدس طلع الإنسان بهيمة، الكتاب المقدس طلع الإنسان بهيمة، ليس له مزية على البهيمة. كجحش الفرة يولد الإنسان عديم الفهم، ده في الكتاب المقدس. إنما عندي في كتابي قال ربي عز وجل، قال ربي عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم بعد ذلك تطرق الى امر ان ما عنديش سبيه في ديني وما عنديش مش عارف ايه في ديني. حضرتك تقريبا نسيت تقرا سفر العدد 31. لو كنت قرات سفر العدد 31 ما كنت تستطيع ابدا انك تقول الكلمتين دول. ليه؟ لان كلم الرب موسى قائلا انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجند يكونون على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، ألفا واحدا من كل سبط من جميع أصباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل ألفا من كل سبط 12,000 مجردون لإيه؟ للعب البلياردو؟ لا، للحرب. فأرسلهم موسى ألفا من كل سبط إلى الحرب، وهو فينحاس بن العزار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده. فتجندوا على مديان كما أمر مين؟ أمر أنا؟ كما أمر الرب. اقتلوا كل ذكر، كما أمر الرب اقتلوا كل ذكر، وملوك مديان اقتلوهم فوق قتلاهم، أو وراكم وصور وحور ورابع وخمسة ملوك مديان وبالعام بن باعور قتلوه بإيه؟ بالنبال، قتلوه بالسيف، قتلوه بالسيف. وسبى هنا بقى، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم. لو جينا يا إخوة ننتقل إلى القرآن علشان نشوف القرآن بيتعامل مع الناس إزاي،
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال ربي عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما هنا وذهبوا ملوك مدين وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى موسى وإلى عظار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ أنتوا سبتوا النسوان حية؟ ده سؤال. هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كن لبني إسرائيل حسم كلام بالعام، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. بيأمر بقتل الأطفال، بيؤمر بقتل الأطفال من النساء، فاقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجل بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات. ايه ده؟ انت جاي تتكلم عن القرآن وانت كتابك المقدس يدعو الى القتل ويدعو الى السبي، وتقول لك مفيش عندي في الكتاب المقدس سبي. امال اللي انا بقراه ايه ده؟ كتاب مقدس ده ولا مش كتاب مقدس؟ هتيجي تقول لي اصل ده عهد قديم، اقول لك كله موحى من الله. ويسوع قال: ما جئت لانقض الناموس بل لاكمله. يسوع قال كده، انما ما تقوليش مفيش، يبقى انت ما تعرفش. ثم بعد ذلك اريد ان اتطرق، ماذا استفادت الامه من الكتاب المقدس لما ذكر كلام بذيء في الكتاب المقدس، لما ذكر زنا المحارم في الكتاب المقدس، مع أن الله سبحانه وتعالى بيقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. عندك هنا بيقول لك إيه؟ هل أمي نسقي أبانا خمرا فنضطجع معه فنحيي منه نسلا، زنا محارم، نحيي منه نسلا، لأنهم لم يريدوا الزنا بالشهوة بل أرادوا أن يحيوا نسلا فقط، وده تبرير. ثم جاء إلى ثمار وقال: ما أرادت الشهوة، إنما أرادت أن تحيي نسلا من الحرام. رد، ماذا استفادت البشرية من الكتاب المقدس الذي يدعو إلى القتل ويدعو إلى زنا المحارم ويدعو إلى كل ذلك؟ تفضل وقتك. طيب، شكرا شكرا لك يا شيخ أحمد. بس كنت اتمنى يعني ان انت تكون قاري قرانك كويس، لانك انت اخطات لما قلت ان اللي انا قلته ده كان حديث وهو قران يا شيخ احمد في سوره الاحقاف ايه 9. يعني انت راجل بمقام شيخ، الكلام ده في سوره الاحقاف ايه 9 ده ليس حديث في القران. لا لا لا، معلش ما تقاطعنيش في وقتي. انت ادعيت عليا ان انا قلت ان ده قران وهو حديث، لا هو قران. عشان كده الآية القرآنية بتقول كده: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن إلا نذير مبين. فهنا محمد نبي الإسلام، ده في القرآن نفسه الله قال عنه كده، فدي شهادة الله عن محمد نبي الإسلام. سألتك قلت لك أنت عندك ضمانة، ما جاوبتش، بس رحت لموضوع القتل عن بني في العهد القديم بين موسى وبني عمون، تمام، او مؤاب. اكتفيت بانك انت بس تجيب الشبهه دي طول المداخله بتاعتك، يعني انت ما خدتش كلامي خالص، جاوبت عليه. هل انت كانسان مسلم عندك ضمانه؟ هل عندك ضمانه للحياه الابديه؟ هل انت بتمشي في طريق الخلاص ومتمتع بيقين داخلي انك انت في افضل مكان؟ لا طبعا. لو سألتك قلت لك أنت هتروح فين؟ تقول الله أعلم. خطاياك مغفورة ولا مش مغفورة؟ تقول الله أعلم. إيه اللي اتقبل من أعمال حسنة؟ إيه اللي اتقبل وإيه اللي ما اتقبلش؟ تقول لي الله أعلم. فأنت قائم في منظومة الله وأعلم، ليس فيها يقين وليس عندك خلاص، لأن يسوع معناه الله يخلص كل من لا يحتمي في فداء المسيح، وكل من لا يسمع في صوت لصوت المسيح فهو في منظومة الله وأعلم، أي في منظومة الإيه؟ ها، الله يقين.
فانت مبروك عليك منظومه الله يقين اللي متهيألي يعني ما فيش انسان يفتخر بيها على وجه الاطلاق. كل انسان بيحب ان هو يوصل لليقين والتاكيد. رحت بتقول لي صفر العدد حرب المديانيين والمديانيين حصل معاهم كذا كذا. يا سيدي انا بكلمك على التعاليم الاخلاقيه. هل المتعه وملك اليمين تقدر تطلعها من الكتاب المقدس؟ هل المتعه موجوده بالمفهوم الاسلامي؟ فما استمتعتم به منهن فاعطهن اجرهن فريضه، اللي قال عنها ابن كثير، ويستدل بعموم الايه على نكاح المتعه الذي كان محللا في بدء الاسلام، وقراها ابي بن كعب والسدي وابن عباس. فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، يعني بتوقيت. انت ترضى تتجوز اختك بالتوقيت؟ كان المسلمين الاوائل بيمارسوا كده، كانوا هم عايشين كده، كان دي حياتهم كده. هل انت ترضى؟ هل ترضى ان ده يكون تعليم من عند الله حتى لو لنص ساعه لا يتفق مع قداسه الله ومشيئه الله الصالحه؟ انت ما ترضاش. انت ما ترضاش ده لا يتفق مع صلاح الله من اساسه. تقدر تطلع لي من الكتاب المقدس المتعه وملك اليمين اللي هو زنا بمقياس اله القداسه هو زنا؟ ما ردتش، عملت نفسك مش واخد لبالك من الاسئله اللي انا بسالها لك. تمام، سألتك على مين اللي هو بيعمل في الإنسان بيجيب له عمى على ذهنه وبيضله، واستدلت ليك في سورة الإسراء آية 46 وفي سورة النحل آية 108 في المداخلة الأولانية، برضو ما جاوبتش. بس أنت رحت تتكلم لي لما هو بيتكلم على المديانيين، هنا بيتكلم على عقوبة بسبب أن المديانيين كانوا بيأجروا بلعام ابن بعور للعن الشعب، وكمان أجروا بناتهم أو وظفوا بناتهم في إيقاع الشعب في الزنا. ولما الله أوقع العقوبة أوقعها أولا على بني إسرائيل من الخطاة قبل ما يوقعها على بني عمون. فالله في الكتاب المقدس هو إله عادل كالقاضي العادل. الله ليس طرف في خطايا الناس وشرورها، لكن الله كقاضي عادل فما يزرعه الإنسان يحصده. الله هنا كقاضي عادل فقط، وليس إن الله هنا بيؤمر. ما احنا ما عنديش فكرة الجهاد في المسيحية عشان الأمر ده يعمم من جيل إلى جيل. ده الأمر ده كان مرتبط فقط بزمانه في امتلاك الأرض والتعامل مع الشعوب المحيطة. لكن احنا بناخد من العهد القديم كدروس روحية وكدرس تطبيقي ان حروبنا ازاي تكون مع ابليس في ان احنا نحفظ نفسنا من الشهوة والخطية، لان الشعب قديما واع في الخطية. فده الدرس المستفاد. سألتك هل القرآن هو كتاب يصلح للتفسير التطبيقي على حياة الناس؟ قلت لك القرآن كتاب منتهي الصلاحية مع احترامي لمشاعر اخواتنا المسلمين، لانه كتاب لا يصلح للتفسير التطبيقي على حياتك. لو عملت سيرش على جوجل على التفسير التطبيقي تلاقي صفر. ليه؟ لانه الكتاب لا يصلح للتفسير التطبيقي، ما يصلحش للتفسير التطبيقي على حياتك بالمره خالص، لا من قريب ولا من بعيد. تمام، يعني مش انت ما قدمتش حاجه خالص لغايه دلوقتي. انت رحت تقول لي على تقول لي بس على يدعو للسبي. لا، كتابي ما بيدعوش للسبي. كتابي ما بيدعوش للسبي، ده كان امر واقع بسبب التعدي، فده كانت أنظمة موجودة زمان. لكن هل النقطة اللي أنت لغاية دلوقتي ما جبتش عليها، هل أنا عندي فكرة المتعة وملك اليمين في الـ في الـ في الـ في الـ في الكتاب المقدس؟ أنا ما عنديش. طيب، هل المسيحية فيها داعش وبوكو حرام؟ هل المسيحية فيها جبهة النصرة وقاعدة والقاعدة؟ طيب، الناس دي لو أنت بتقول عليهم إن هم مش مسلمين وأشرار، هل ممكن تقول لي في أفعالهم الإجرامية الغير مقبولة منك أنت كمسلم؟ تمام؟ الغير مقبولة منك أنت كمسلم، هل هم يفرقوا إيه عن الصحابة في زمانهم لما كانوا بيعملوا الأعمال اللي أنت شايفها بالنسبة لك كانت كيوت وكيسة؟ يعني مثلا أنا عايزك تديني فعل واحد لداعش أو جبهة النصرة أو الناس دي، تمام، انت زعلان منه لا يتوافق مع اللي كان بيفعله الصحابه في الرعيل الاول في الاسلام. ما افعالهم هي، بل هم اكثر تطبيقا منك للاسلام، لان هم بيطبقوا الحدود انت ما بتطبقهاش. بيطبقوا حد الرجم وحد الزنا وحد قطع الايد وكل الحدود الاسلاميه هم بيطبقوا، وبيطبقوا الجزيه، بيطبقوا الاسلام بحرفه. هم مسلمين اكثر منك، لكن انت يعني معلش مع احترامي الكامل انت لا تطبق الاسلام بينهم، هم يطبقون الاسلام الحقيقي. هذا ما تريد ان انت تصدره لنا وتقول لنا
ان القران وتعليم الاسلام هي افضل من تعليم الكتاب المقدس. هل تعليم الكتاب المقدس بتقول لي ان انا اقتلك او ان انا احجر عليك او ان انا مثلا اهاجمك؟ هل في الاسلام تتكافأ الدماء؟ هل في الاسلام تتكافأ الدماء؟ لا تتكافأ الدماء في الاسلام. قل لي دلوقتي حكم قتل الذمي، حكم قتل الذمي او المعاهد او الغير او الغير مسلم، هل الدماء تتكافأ في الاسلام؟ انا عندي الدماء تتكافأ في المسيحيه، ما عنديش فرق بين مسيحي وغير مسيحي، لكن انت الدماء عندك في الاسلام لا تتكافأ. انا لا اقتل، لو انا كافر دلوقتي انا لا اقتل بمسلم، يعني لو واحد مسلم قتلني لا اقتل بمسلم. تمام، مش الدماء بس، ده كمان حقوق الاسلام بالنسبه للطفل اليتيم. يعني لو حضرتك انت ابوك انت مليونير ومعاه 2 مليون دولار وانت راجل موظف على قدك ومعاك 3 عيال، لو انت النهارده مت وبعد ابوك بعدها باسبوع مات ولادك انت اليتامى دول ما يورثوش في ابوك. المنظومه الاسلاميه كمان يعني اخطات ضد اليتامى، مع ان المفروض الكتاب المقدس بيعلم ان احنا اليتامى دول ان احنا نعينهم ونلتفت اليهم لان هم يستحقوا. هل اليتيم اللي ابوه مات قبل جده، يعني الاب اللي مات قبل الجد، هل اطفاله الصغيرين لو عنده 5 6 اطفال يتشردوا؟ الاله الاسلام يعدمهم ولا المفروض ان الاسلام يدي لهم حقوقهم ولا عمهم ياكل الثروه كلها؟ عايزك تجاوب لي على السؤال ده، ياخدوا من الثروه دي ولا ما ياخدوش؟ لو كان الاسلام منصف ياخدوا من الثروه ولا ما ياخدوش؟ وقتك خلص يا استاذ شكري. اتفضل. طبعا طبعا الاستاذ شكري يا جماعه رمى بالكتاب المقدس والقاه بعرض الحائط. بيقول لي ما عنديش سبيل، امال صفر العدد 31 بيعمل ايه يا فندم؟ بيقول لي ده عهد قديم، اليس بي موحى به من الله؟ ويسوع في متى قال: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله. ثم قال في برضه في نفس الإنجيل، قال إيه؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. والسبي عندك موجود. دخلت لي في السياسة وأنت عارف إن السياسة دي ما ماليش فيها، بوكو ماكوكو الكلام ده كله. لو دخلنا في هذا الأمر، من الذي قتل 50 مليون نسمة في الحرب العالمية الثانية يا فندم؟ المسلمين ولا أصحاب الصليب المعكوف؟ مين اللي قتل المسلمين في وسط أفريقيا؟ مش فرنسا النصرانية؟ من الذي قتل المسلمين في سوريا؟ مش روسيا النصرانية؟ ما تدخلناش في السكك دي، وكانوا بيروحوا بمباركة الآباء وشفنا ده بعينينا. كانوا بيروحوا بمباركة الآباء وشفنا ده بعينينا. فبالتالي دع عنك هذا الكلام، لا بوكو ولا بتاع، تمام؟ لا بوكو ولا. ثم بعد ذلك حضرتك ما تطرقت إلى كتابك المقدس اللي بيقول انهبوا واقتلوا واعملوا، ثم بعد ذلك بتقول لي ده كلام قديم. كلام قديم إيه؟ كلام قديم إيه؟ أي كلام قديم؟ ثم بتقول لي إن الكتاب المقدس كتاب روحي بيعلم وبيدي وبتاع. الكتاب المقدس يا إخوة اسمعوا، اللي هو بيقول لك الكتاب المقدس، الكتاب المقدس طعن في الله وطعن في أنبيائه وطعن في الأطهار ولم يحفظ حق الرحم. زنا المحارم موجود عادي. ثمار لما جابت من الزنا، رعوس لما جابت من الزنا، لما داود النبي الملك زنى بامرأة يرى حسي، لما زنى بيها وراح بعته للحرب عشان يموت وزنى بامراته، وبعد كده لما كبر قالوا له هات له، قالوا له تعال نجيب لك بنت صغيرة تتنامى في حضنك. طعن في الأنبياء، طعن في الله، طعن في الأفاضل. طعن في الله يقول إيه؟ يقولون إن هم بيعبدوا إله قادر اللي هو يسوع. كجحش الفرى يولد الإنسان يا فندم. أما أنا فدودة لا إنسان، أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. لو رحنا لتفسير تدرس يعقوب ملط يا إخوة هنلاقي بيقول ايه؟ اصبح مهانا من الله كدوده مدوسه بالاقدام، والدوده هي الحشره. ده كلام الكتاب المقدس. والله سبحانه وتعالى، تعالى الله وما قدر الله حق قدره. قال الله سبحانه وتعالى، نقارن ما بين الكتاب المقدس في تعظيمه لله وتعظيمه والكتاب المقدس لتحقيره لله عز وجل. وتعالى وحش ربنا عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إنما الله عندهم خروف، الله عندهم خروف، الله عندهم صرعه يعقوب وغلبه لحد ما طلع الفجر، قال له سيبني، قال له لن أتركك حتى تباركني، لن أتركك حتى تباركني. والله سبحانه وتعالى عظيم الشان، عظيم الشان. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن داوود اللي انتم مطلعينه زاني وزنى بالمرأة لما كان واقف على السطوح ولقى المرأة بتستحمى عجبته فزنى بها وبعت جوزها عشان يموت، وبعت جوزها عشان يموت. القرآن برأه من إفك، من إفك أهل الكتاب، من إفك الكتابيين أصحاب الكتاب المقدس، برأه وقال نعم العبد إنه أواب، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا هو داود نبي الله. لوط اللي انت بتعتبره عندك صالح زنى بابنتيه وقال ابنتيه غفلوه شربوه خمره، هل امي نسقي ابانا خمرا فنضطجع معه فنحيي منه نسلا. برأه الله عز وجل من افككم عليه، قال فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي، وقال اني مهاجر الى ربي. سيدنا لوط عليه الصلاه والسلام طلعته زاني زينه محارب، مع ان يا اخوان انتوا عارفين لوط جه ليه؟ عشان يحارب الرذيله، الكتاب المقدس وقعه في الرذيله. طلع لي داوود، طلع لي داوود من اصحاب الرذيله، طلع لي يسوع اللي هو عيسى ابن مريم من الرذيله، اجداده ثمار زانيه جاءت من زنت زنا محارب. وقال ايه في التفسير؟ بيقول لك ما زنت من اجل شهوه انما من اجل النسل لمره واحده. ده دعوه الى الزنا، دعوه الى الزنا. هيقول لك لوط اصله مش نبي ولكن عبد صالح. صالح منين؟ وهو يشرب الخمر ويزني بابنتيه مرتين، في اليوم الثاني برضه واحيوا منه نسلا في الحرام. الكتاب المقدس نجس مريم القديسه، نجس مريم القديسه، نجسها. فلما قضت ايام تطهيرها هو نجسها، وأيما امرأة ولدت ذكر تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمس علتها. والله سبحانه وتعالى قد برأها من إفككم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال ربنا عز وجل عن عيسى ابن مريم اللي انتم مطلعينه دودة ومطلعينه مدوس بالأقدام ومطلعينه عروة لباسا قرمزيا قرمزيا وضربوه وعلقوه على خشبة، قال الله سبحانه وتعالى فيه يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طلعت دودة وطلعت لبس لباس قرمزي وطلعت مضروب وطلعت ملعون، ملعون هو ملعون لقى على خشبة إذ صار لعنة من أجلنا. والله سبحانه وتعالى يقول وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن عيسى ابن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا ما جعلنيش ملعون، انت لعنت عيسى ابن مريم وجعلته إلها ضعيفا وما قال أنه إله. ثم قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، مش بقول لها ابعدي عني يا امرأة، لا، برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هو ده الفرق ما بين القرآن والكتاب المقدس. أنتم نجستم الله ونجستم مريم الطاهرة ونجستم أنبياء الله ونجستم كل طاهر وجعلتم الكذابين رسل، وجعلتم الكذابين رسل، ثم حرفتم كلام الرب وجعل وأصبح كل إنسان كلمته هي وحيه، ونجستم ونكستم الدين. والله سبحانه وتعالى ماذا استفادت البشرية من القرآن؟ بينت كذبكم على الله ورسله، بين كذبكم على الله ورسله. رد لي، قل لي ماذا استفادت الأمة من كتاب ينكس الأنبياء وينكس الطاهرين؟ اتفضل جاوب. انتهيت يا شيخ أحمد، انتهيت انتهيت انتهيت. طيب شكرا لك يا شيخ أحمد.
الشيخ احمد لما بيتكلم باسلوب العوام مع احترامي الكامل لشخصه، لما بيقول ماذا عن قتل 50 يا مليون استاذ نسمه شكري، في لا المشروع تشخصن بعد الفلاني؟ اذنك، اتكلم، طيب لا تشخصن بعد تمام اذنك، اتكلم ماشي، من غير قتل شخصنه، عشان 50. ما شخصنش. طب ما ابدا انا ممكن الجوله من اقول لك جديد، انت ما ابدا بتفهمش الجوله من عادي جديد، يعني، من غير ابدا شخصنه، الجوله من من جديد غير يا استاذ شخصنه. احمد، ابدا الجوله من جديد، ابدا ماشي الجوله من ماشي، جديد. بس من غير شخصنه، من غير شخصنه، لا من غير تمام؟ شخصنه، من لا غير تقولش شخصنه من تمام. العوام وبتاع، لان انا ممكن لا اتطاول ما عليك، انا هتطبق. هطلع لك ان كلامنا من انما العوام فعلا، هطلع لك ان اقرا، كل كلامك استنى، من العوام. اقرا الحجه بالحجه من غير ما تقعد تقول خلاص من ماشي، العوام وبتاع. ابدا اتفضل رد الجوله، على ابدا الاسئله الجوله، لو سمحت، ما اتفضل. فيش مشكله، ماشي. حاضر حاضر هنلغي حاضر حاضر، المباراه ونبتديها من جديد من غير ما فيش شخصنه بعد مشكله، اذنك. ما فيش، رد حاضر على حاضر كتابك المقدس اللي نجس حاضر حاضر الطاهرين. اتفضل خلاص. لا لا لا، اتفضل ما بلاش بلاش الاساءه. اتفضل اتفضل اتفضل، شوف ما لا اسيء. طيب طيب تمام، اخواتنا الغاليين، الشيخ احمد بيتكلم بالكلام المرسل، بيقول لك يعني الاجانب وهتلر والناس دي اللي قتل 50 مليون، واللي في سوريا اتقتل كذا، وروسيا عملت كذا، ويعني لا تعيرني ولا عايرك، والهم طايلني وطايلك. لا طبعا الكلام ده ما يمشيش مع الكتاب المقدس، لان الناس دي لما قامت هي قامت بدوافع عسكريه ودوافع بشريه باغراض دنيويه. فالكتاب المقدس ليس سلطه ودين، الكتاب المقدس هو ليه سلطان روحي على وملكوت روحي على الانسان. عشان كده المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. كون ان فيه ناس اباطره او رؤساء بيخصصوا الدين او العقيده من اجل ترويج لافكارهم او لاطماعهم، المسيحيه براء من كل هذه الامور، سواء كانت حروب صليبيه او كان هتلر او موسوليني او اي حد يخص المسيحيه من بعيد او من قريب. لكن اللي ما يقدرش ينكره الشيخ ان بوكو حرام وجبهة النصرة والقاعدة وكل الناس اللي كانوا موجودين دول هم متعلمين تعاليم الاسلام، ومنهم اثنين متخرجين من الازهر زي الشيخ اللي هو ابو بكر شيكو اللي هو في نيجيريا، وزي ابو بكر البغدادي هو اصلا كمان متخرج من الازهر. الاثنين دول خريجين ازهر، تمام، يعني متعلمين التعليم الاسلامي، هم اكثر تطبيقا من الاسلام. فهو بدل ما ان هو يتبرأ منهم ويقول ان الصحابه في العصر الاول ما كانوش بيطبقوا نفس الاجرام اللي بيطبقه داعش ويبرأ، بدأ هو بس يصب جام غضبه على تصرفات المسيحيين اللي ملهاش علاقه بالكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس قعد اكثر من 400 سنه في بداية الإيمان المسيحي، لم يرفع سيفا ولم يرفع حرب ضد أي إنسان في العالم، بل المسيح قال كده هوت: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم، احسنوا لمبغوضيكم، وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويطردون لكم. حروب العهد القديم ديت كانت أوامر من الله مباشرة لردع الإنسان على تعديه، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إن كان الله أمر موسى بأن هو يضرب بني عمون في القديم نتيجة أخطائه اللي أنا حكيت عليها في المداخلة اللي فاتت، اللي يا شيخ احمد مش هنقعد زي العيال الصغيرين كده، لا مش، لا لا مش هينفع كده، مش هينفع كده، مش هينفع. ايوه اقعد ساكت كده، ايوه بالظبط كده بالظبط. الاسئله كلها انت ما جاوبتش عليها يا شيخ احمد، انت رايح تتكلم لك تصرفات بشر. انا اتحداك ان الكتاب المقدس بيقول لي ان انا عندي جهاد الطلب اللي هو موجود عندك في الاسلام، وان انا مامور اني اروح احارب العالم كله عشان انشر الايمان المسيحي، ده مش موجود عندي. لكن الكتاب قال اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا للخليقه كلها، تمام، وقال ان انت ما تحملش سيف ولا تحمل اي حاجه لان الفاعل مستحق اجرته. ده تعليم الكتاب المقدس، يقول محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. فانت مش هتتلاقي مثلا القسيس اللي هو في امريكا اعلن اسلام، مش هتلاقي حد اقام ضده حكم الرده، لكن حكم الرده انت نفسك تخاف ترتد عن الاسلام. انت واقع تحت منظومه ترهبك وتخيفك، لان الاسلام يعلمك الخنوع ويعلمك الخوف والجبن بسبب ان هو يرهبك انت شخصيا. انت ما انتش حر، انت انسان مقيد. كلمتك على منظومه الخلاص، ان الله بيديك خلاص ابدي وان الاسلام لا يضمن ليك، ما قدرتش تتعرض. كلمتك عن ملك اليمين والمتعه، ما قدرتش انك انت تنفيها، وما قدرتش انت تثبتها لي من الكتاب المقدس. رحت فقط تتكلم على الحروب فقط، علقت مع الحروب. تكلم لي على اخطاء اشخاص، بتتكلم لي على اخطاء اشخاص زي داوود واله واله، دول اخطاء اشخاص. هل الله قال لداوود روح مارس المتعه؟ هل الله قال للوط روح مارس المتعه اللي موجوده عندك في الاسلام بنفس مفهومها الاسلامي؟ لكن الهك انت هو اللي بيعلم، مع احترام الكامل لمشاعر اخواتنا المسلمين، ما تزعلوش اخواتنا المسلمين، اله الاسلام بيعلم الزنا بالمتعه اللي كانت موجوده في صدر الاسلام، ده زنا
بمقياس اللي لا الكتاب المقدس هو زنا، واتحداك بالكتاب المقدس ان انت تطلع لي المتعه، مش موجوده. ما عنديش انا التعليم دي، التعليمي انا اسمها التعليم المقدسه، ده اسمه الكتاب المقدس، ده اسمه ايه؟ الكتاب المقدس بالالف واللام. اخطاء الاشخاص تحسب عليهم، والكتاب المقدس ذكرها لنا عشان احنا ناخد الدروس المستفاده منها، لان داوود لما اخطا الله اوقع عليه العقوبه، تمام، وقال له اللي انت فعلته في الخفاء يتفعل ضد اهل بيتك في العالم. فهنا الله هو اله قدوس لا يتساهل مع الشر ومع الخطيه. انت الهك بقى يا ريته ان هو بيتساهل مع الشر والخطيه، لا ده هو بيشجع عليها بالمتعه وملك اليمين في الاسلام، وده لا تتفق لانه زنا بمقاس الاله الكتاب المقدس هو زنا، تمام. طيب بيقول لك هنا بيتكلم على مين تاني؟ يعقوب صرع الله. هو يعني لو حضرتك بتدرس بس وتدور في الكتاب يقول كده هوت في هوشع 12 بيقول كده هوت جاهد مع الله وغلب. كان جهاده ده صراع جسدي؟ لا، جاهد مع الله وغلب، بكى واسترحمه. اذا اسمه يعقوب كان بيسترحم الله بالبكاء. ده الكلام ده الكتاب المقدس يفسر بالكتاب المقدس، وانا ما عنديش صراع بدني. حتى مصارعتنا مع ابليس هو مش صراع بدني، يقول مصارعتكم هي ليست مع لحم ودم. قلت لك انك انت تكلمني وتقول لي على الهك اللي هو بيخلي بيعمي، يعني هنا في سوره الاسراء ما جاوبتش عليها، في سوره النحل ما جاوبتش عليها، تمام. جعلنا على قلوبهم اكنه ده عمل الله ولا عمل الشيطان اللي بيحط وكر في اذان الناس، الله ولا الشيطان؟ هل انت قدرت تثبت لي ان الله في الكتاب المقدس بيعمل كده؟ انت بتضحك على ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ثالث مداخله، ثالث مداخله لغايه دلوقتي انت ما جاوبتش على اي حاجه بالنسبه للاسئله دي خالص، ما جاوبتش عليهم ومش هتجاوب، تمام. اللي في سوره النحل ايه 108، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، اللي بيطبع على القلوب والسمع والابصار، الله ولا الشيطان؟ الله اللي بيعمل كده ولا الشيطان؟ ده دور الشيطان. لكن الله في الايمان المسيحي بيحرر الانسان، بيحرر الانسان بنوره العجيب ومحبته وبروح القدوس، وقال اني اسكب من روحي على كل بشر. ليه؟ لانه بيحب الانسان، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. انا في منظومه فيها ضمان، لكن انت في منظومه ليس فيها ضمان. تقول لي الفايده، انت لغايه دلوقتي ما جبتلناش فايده واحده قدمها الاسلام للبشر. يعني انت لغايه دلوقتي انا ما شفتكش قدمت في الثلاث مداخلات بتوعك، المداخلتين اللي قبل كده، ما شفتكش ان انت قدمت للناس حاجه على اهميه القران وفائدته للبشر. انت ما حكيتش حاجه خالص، انت بس صبيت جام غضبك على الكتاب المقدس، وفي نفس الوقت كلها شبهات وهي ضعيفه، تمام. واضح ان هنا الله نفسه لم يامر داود، لم يامر اي حد من الناس اللي اخطاوا، بل دي اخطائهم الفرديه اللي يحاسبوا عليها امام الله. لكن اتحداك قدام الناس للمره الاخيره انك في المداخله الجايه تطلع لي المتعه وملك اليمين بمفهومها الاسلامي اللي موجود عندك انت في القران والسنه، تطلعهم لي انا من الكتاب المقدس. مش هتلاقي، لان الله بيعلم حياه القداسه للناس. سالتك على تساوي الدماء وتكافؤ الدماء، ما جاوبتش. برضه ضيف على الاسئله دي سؤال جديد، هل الكافره في الاسلام لما تقذف بحد، لما تقذف بالزنا هل تتساوى مع المرأة المسلمة لما تقصف بالزنا؟ عايزك تجاوب لي على السؤال ده قدام الناس. هل ابنك انت اليتيم إله الإسلام ظلمه ولا ما ظلمهوش؟ ما جاوبتش. ظلمه طبعا، مع ان الكتاب في الكتاب المقدس بيتكلم ان احنا ما ننساش اليتامى والأرامل، وان احنا الناس الضعفة دول ان احنا لازم نهتم بيهم في حياتنا، حتى لو ان هم مختلفين معانا حتى في الإيمان وفي الهوية. ده إله الكتاب المقدس اللي بيعلم ان احنا، لكن الطفل اللي هو عاش يتيم إله الاسلام يجي عليه ولا يجي في صفه؟ ابنك إله الاسلام يظلمه لانك انت مت قبل ابوك باسبوع ولا بيوم واحد؟ ثروه ابوك تروح لاخوك الغني يزداد غنى وابنك يزداد فقرا؟ خلاص يا استاذ وقتك خلص. اتمنى ان انت تجاوب بس على الاسئله، اتمنى تجاوب على الاسئله. دي طبعا المداخله اللي قبل الاخيره بتاعتي، وبعد كده طيب نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم حضراتكم شايفين أستاذ شكري بيتلاشى تماما الكلام اللي أنا بقوله، يعني هو بيقول لي أنت ما جاوبت وصبيت جام غضبك على الكتاب المقدس، حضرتك جاوبت على اللي في كتابك المقدس، ثم بعد ذلك يا إخوة طعن في داود وأثبت كلامه، قال لك داود ده أخطأ أشخاص، داود نبي يا أستاذ من عند الرب. كيف الرب يبعت نبي فاسد بيزني؟ ماذا استفادت البشريه من كتاب يطعن في انبياء الرب اللي انت بتدعيه؟
الكتاب المقدس طعن في الصالحين، طعن في مريم، فلما قال عليها نكسة. والكتاب القرآن قال الله عز وجل: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. داود قال الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل تكلم عن الأنبياء لوط، ولو إنه عندك رجل صالح، صالح بيزني بناته، ولكن هو عندي نبي، والله سبحانه وتعالى زكاه وقال رب إن شاء الله فيه وخليته يزني زنا معانا. الرب اللي أنت بتعبده وبتقوله هو رب، ما ردتش على الكلام ده، ما ردتش على أجداده اللي عملوا الزنا. تقول لي الكتاب بيدعو إلى المحبة وبيدعو إلى العفة. اسمع يا فندم، وكانت الفتاة جميلة، فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لا يعرفه. الإله بتاعه شوفوا بيقول عليه إيه في إنجيل يوحنا 13:23، بيقول إيه؟ وكان متكئا في حضن يسوع. واحد من تلاميذه بيقول لك أصل كتاب القرآن بيدعو إلى الزنا، والله. طب اسمع، وكان متكئا في حضن يسوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اسمع انت، إلهك بيعمل ايه؟ إلهك بيرضع يا فندم. اسمع، وكان متكئا في حضن يسوع. واحد من تلاميذه كان يحبه. تعالى كده نشوف. مش هسمح لك يا شيخ احمد بالتطاول. اديني دليل من الانجيل. بعد اذنك ما تقطعش. اديني دليل من الانجيل. ما تقطعش. يا استاذ الدليل عندك 13:23 ونشوف تدرس يعقوب ملطي بيقول ايه. ما تقطعش. معايا يا اخوه. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول: ان يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدر الرب أحب ثدي الكلمة. الكلمة اللي هو مين؟ اللي هو يسوع. هو إلهك عنده ثدي يا فندم وبيرضع منه؟ اسمع، إن يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدر الرب أحب ثدي الكلمة، وإذ وضع قلبه بقرب منبع الحياة تمتص بامتصاص الأسرار الخفية التي في قلب الرب كما يمتص الإسفنج. إلهك إن أنت بتقول ده بيدعو للفضيلة، ما ردتش لا على هلومي نسك أبانا خمرا فرطاج معه، ولا رضيت على زنا المحارم اللي حصل في زنا المحارم اللي حصل على ثمار، وجابت ناس لنجس كله من الحرام. الكتاب أحب برأ نوح، برأ لوط، برأ داود، اللي انت اثبتت الان اثبتت ان هم اخطأوا. كيف يبقوا انبياء ويخطأوا؟ كتاب نجس العالي ورفع الوضيع. عيسى ابن مريم قلت لك ان القران قال فيه وزكاه، وانت مطلعه دوده، اما انا فدوده لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. تدرس يعقوب ملطي جه كحلها عماها يا اخوه، جه كحلها عماها. قال ايه؟ اذ هو دوده حشره مدوسه بالاقدام، مهان من الله، إذ صار لعنة من أجلنا. ملعون كل من علق على خشب. بتعبد إله ملعون، مهان، مدس بالأقدام، وهو نبي كريم نجاه الله من إفككم في القرآن، حيث قال: وجيها مكتمل الوجاهة نضيف كلمة من الله عز وجل وروح منه ألقاها إلى مريم. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. وانتو طلعتوا نجس وكان سبب نجاسة أمه، فلما قضت أيام تطهيرها صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه إلى الرب. عندك في ناموس موسى، كما في شريعة موسى، في ناموس موسى أي امرأة تلد ذكر تكون نجسة 7 أيام، كما تكون نجسة في أيام طمس علتها. يا فندم مريم سبب نجاستها يا إخوة كان الرب. تخيلوا، اللي المفروض يبقى سبب طهارة أصبح هو سبب النجاسة، أصبح هو سبب النجاسة. ثم بعد ذلك جاي يقول لك أصل بيدعو إلى الفضيلة. أي فضيلة؟ عن أي فضيلة أنت تتحدث؟ ثم بعد ذلك يلقي بالتهم على الإسلام بالإرهاب والكلام الفارغ ده. ما الذي قتل المسلمين في العالم كله؟ ألم يكن دعاة المحبة، الله محبة، باسم الصليب يضربون الناس ويقتلونهم؟ 50,000 ناس ما قتلوا باسم الصليب المعكوف. إيه، نسيت ولا إيه؟
نسيت مباركة الآباء للجيش الروسي عشان يضرب إخواننا في سوريا؟ نسيت الكلام ده؟ نسيت الكلام ده ولا إيه؟ رايح لبوكو وتوتو وسوسو، الكلام ده ما يوجد. فين دليلك؟ عمال كلاوات وخلاص، عمال تتكلم وخلاص، تتكلم، ما طلعت كتاب ولا طلعت بتاع ولا ثم بعد ذلك أتى بآية من ابن كثير، يقول ابن كثير: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شهادة.